أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: نحن إخوة اتفقنا على أنه نشتري أضحية لوالدينا رحمهم الله، وذلك بأن يدفع كل أخ جزء من المبلغ، فما حكم ذلك؟ هذا جائز، لأن هذا تبرع. فرق بين الذي يذبح أضحية على أنه عن نفسه، يعني يشتركون على أن هذه الأضحية عن أنفسهم، وبينما إذا كانت تبرعا. إذا كان تبرع لا بأس بذلك.